ماذا تعرف عن القصور الملكية الذي وجه بها الأمير محمد بن سلمان لإعادة ترميمها؟ أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط العاصمة الرياض. وأكد الأمير بدر في بيان صحفي أن عمليات الترميم ستراعي المعايير العالمية في أساليب الترميم والمحافظة على مباني التراث العمراني. ويشمل النطاق الأول للمشروع 15 قصرا تراثيا في حي الفوطة والظهيرة، 3 قصور في الفوطة الشرقية و7 قصور في الغربية، إضافة إلى 5 قصور ملكية كمسار عاجل. وستركز المرحلة الأولى على إعداد الدراسات والتصاميم وتأهية وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني في وضعها الراهن، وستستغرق المرحلة 3 أشهر. وستشمل المرحلة الثانية مشروع التنفيذ للترميم وإعادة التأهيل المباني خلال 24 شهرا بدءا من يناير العام القادم. والرياض اليوم تواجدت لنقل الصورة لكم للقصور الملكية التي سوف يتم إعادة ترميمها.